في علاقة حميمية بين فلسطين، مش كفقط كجغرافيا أو كوطن، إنما فلسطين كموقف أخلاقي عم تعطينا وسائل لكيف نكون في العالم. عزمنا عدنية على بيروت بعد ما تم إلغاء حفل التكريم بمعرض فرانكفورت. فصيل الثانوية مقلقة لأنه هي اللي راحت عن بال المضطهد. المضطهد دائما مشغول بنفي وبهاجم المركزي، دائما في هي محاولة ردم أي فكرة لوجودك كيف أنت بدك إياه. احنا بهيدي السلسلة عم نجرب نضوي على أعمال كاتبات عم يجربوا يخلقوا أساليب سردية جديدة ويساعدوا السرديات المهيمنة، ولأنه هي بالأدب تبعها عم تخلق مقاربات جديدة للكتابة والتفكير عن الكارثة. إذا هلا احنا عم نعيش فلسطين بهي تجزئها وتقطيعها، فلسطين بتعلمنا نوع من القدرة لنكتب كيف هي عم بتعيش. فلسطين هي معلمة، وكوني فلسطينية هو علمني إنه أشاهد.